إنجيل يوحنا يقول لي هذه الحياة معلنة في المسيح. فلما المسيح جه عاش على الأرض بدأوا الناس يتفرجوا على نوعية حياة لم نراها سابقا. ما احنا شفنا موسى بس ما شفناش فيه الحياة الأبدية. ما احنا شفنا إيليا وشفنا إليشع وشفنا دانيال وشفنا أعظم القديسين والأنبياء، لكننا لم نرى الحياة الأبدية، رأينا حياة إنسانية. والمسيح أعلن عن ذاته، أنا هو القيامة والحياة، أنا هو القيامة والحياة، أنا هو الطريق والحق والحياة، فيه كانت الحياة. في رسالة يوحنا فإن الحياة أظهرت. إيه اللي بيحصل؟ ليه تجسدت؟ أنا عايز أعلن لكم عن الحياة. طب ليه؟ عشان عايزكم بالإيمان تنالوا هذه الحياة فيصبح فيه شركة كوينونيو، بنعمل حاجة واحدة مع بعض، نمشي معا نحكي معا. إزاي؟ ده أنت ابن الله وأنا إنسان ساقط. بمنحي هذه الحياة الأبدية قدرت أمشي معاه وأسمعه وأفهمه. وطبعا ده يعني السبب أنه كتير ناس ما بيفهمونا لما نتكلم عن الموضوع، لأنه ده إعلان. نعم، إعلان إلهي، وبنفس الوقت هو إيمان وقبول من الشخص. يعني الذي يؤمن بالابن له حياة. نعم، الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. يعني في نقلة، في شيء تغير في حياة الإنسان.